بسم الله الرحمن الرحيم، نلتقي اليوم في حلقة جديدة من حلقات أحلى طفولة. ولكي نحصل على أحلى طفولة لازم الطفل يكون في صحة جيدة. الصحة تشمل الصحة الجسدية والصحة النفسية، وعلشان نحصل على الصحة النفسية لازم يكون هناك صحة جسدية. طيب احنا دلوقتي بالنسبة لنا الصحة الجسدية دي ممكن ان احنا نقيسها. بنقيسها ازاي؟ المقاييس المعروفة للصحة ان يكون النمو بتاع الطفل نمو سليم، يعني من اول يوم هو بيتولد فيه احنا بناخد له طوله وبناخد وزنه وبناخد محيط الراس وبنتابع الحاجات دي فترة معينة. بعد كده بنتابع الوزن والطول لغاية المراهقة ولغاية البلوغ. بالنسبة للنمو اللغوي بنتابع الكلام معاه درجة بدرجة. بالنسبة للنمو الجسدي الجلوس الوقوف المشي كل ده بنتابعه بمقاييس احنا كلنا عارفينها. طيب الدكتور بتاع النفسية ايه المقاييس بتاعته؟ ايه اللي بيعرف فيها ان عندنا الطفل ده سوي؟ ايه مهاراته؟ ايه كفاءاته؟ ايه المشاكل اللي ممكن تكون عنده؟ ده بيعرفها ازاي؟ عن طريق المقاييس النفسية. يعني المقاييس النفسية هي الأدوات التي يستخدمها الطبيب النفسي لاكتشاف قدرات ومواهب الطفل، وفي حاجة تانية اكتشاف أي خلل أو أي اضطراب ممكن يكون موجود عنده. يعني دي بالظبط زي المشرط بالنسبة للجراح، زي أدوات خلع الأسنان بالنسبة لطبيب الأسنان. المقاييس النفسية دي هي الوسيلة اللي طبيب نفسي الأطفال بيستخدمها. هنبدأ دلوقتي في أول حاجة بنتكلم عنها، تعريف المقاييس النفسية زي اللوحة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. اللوحة هتنزل دلوقتي بتبين لنا أهم المقاييس النفسية. ايه هو تعريف المقاييس النفسية؟ هي الاختبارات التي يمكن من خلالها معرفة الحالة النفسية للشخص سواء كان كبير أو صغير، قدراته، ميوله، واكتشاف وجود أي خلل أو اضطراب نفسي من عدمه. طيب إيه أنواع المقاييس النفسية دي؟ دي اللي هتبينه الشريحة التانية إن شاء الله. أنواع المقاييس النفسية بتختلف حسب مجموعة من التصنيفات المختلفة، ممكن حسب طبيعة الخاصية المراد التعرف عليها، اللي هي اختبارات التحصيل. بنشوف قدرة الطفل على التحصيل في الماضي، خبراته السابقة، المعلومات اللي هو مخزنها في دماغه. تاني حاجة اختبارات القدرات، القدرات الحالية، النشاط العقلي الموجود لدى الطفل الآن وقت إجراء الاختبار. تالت نوع اللي هو اختبارات الميول والاستعدادات، يعني هذا الطفل في مجموعة اختبارات بتتعمل له ممكن تكتشف إن عنده حب للرياضة، عنده حب الرياضة البدنية، عنده اللي هو الميل الحركي، عنده نشاط حركي مقبول، عنده ميول للرسم، عنده ميول للموسيقى. دي اختبارات الميول والاستعدادات. النوع الثاني من انواع الاختبارات اللي هي عندنا اختبارات حسب الخاصية، دي احنا خلصناها خلاص. النوع الثاني اختبارات حسب طريقة التطبيق، يعني الاختبار ده بيتعمل اما فردي، يعني الطفل لوحده بيحول للاخصائي النفسي او للطبيب النفسي عشان يعمل له اختبار. فهنا الاختبار ده اختبار فردي، يعني بيتعمل لشخص واحد فقط. في اختبار جماعي ممكن يتعمل لمجموعه من الاطفال في نفس السن، يعني في فصل واحد مثلا في حضانه واحده بنعمل اختبار جماعي، عشان الاختبار الجماعي ده بيوفر وقت ويوفر جهد ويدينا نتائج سريعه. طبعا ده بيبقى اختبار تقديري، الحالات اللي محتاجه فحوص اكتر من كده بنعمل لها فحوص اكتر من كده. تالت حاجة بنعملها حسب طريقة الأداء. طريقة الأداء دي يعني إيه؟ يعني ممكن أدي للطفل ورقة وقلم وأقول له ارسم، فهو عن طريق الورقة والقلم بيرسم اللي بيطلع على دماغه هو يرسمه. ده لو إحنا سايبين له الأداء حر ارسم ما يشاء وإحنا بنحلل الرسمة دي. أو في اختبار معروف اسمه اختبار رسم الرجل، يعني بنطلب من الطفل إنه يرسم صورة رجل كامل، وبعدين الرسمة دي بتاخد درجات على حسب عمر الطفل، يعني كل سن بيقدر يديني ملامح وتباعد بين اجزاء الجسم بطرق معينه، وفي حساب بيطلع لي عن طريق مقياس رسم الرجل ده درجه ذكاء الطفل.
في طريقة تانية من طرق الأداء إن إحنا بنديله رسومات وصور، نديله رسوم وصور هو يعلق عليها، يكتشف الحاجات الناقصة، يوجد العلاقات بينها وبين بعض، فبقت طريقة الأداء هنا اللي هي الرسوم والصور. في اختبارات بتتعمل عن طريق المكعبات. المكعبات الطفل بيكون منها أشكال، بيعمل منها مجموعات، بيقارن بينها وبين بعض الكبير والصغير، فاختبار نفسي عن طريق استخدام المكعبات. في اختبارات عن طريق الأرقام والأعداد. ده لو احنا حبينا نفصل المقاييس النفسية على حسب طريقة الأداء. بعد كده في حاجة تانية بنقول عليها حسب نوع الإجابة. يعني ايه حسب نوع الإجابة؟ يعني الاختبار اللي عندي أسئلته مكونة بحيث ان انت تجاوب بكلمة واحدة بس، نعم او لا. دي طريقة. في مجموعة من الاختبارات التانية بتكون لا، مش هنقول نعم او لا، احنا عندنا مجموعة بدايل ألف وب وجيم ودال وه، وانت تختار الأقرب الى نفسيتك انت. في طريقة ثالثة ان انت بتدي تقرير مختصر، يعني جملة واحدة، ان انا دلوقتي بتكلم ان هذه القضية ايه رأيك فيها، في جملة مختصرة. الحاجة الثالثة ان يكون، الحاجة الرابعة بقى ان يكون في اختبار. الاختبار ده بيدي مجموعة حلول وبيقترح منك انت اكتب الحل المناسب ليك. الحل ده بيبقى نوع من انواع البروبلمز اللي محطوطة للطفل، ونشوف هو بيحل المشكلة دي ازاي، يعني زي البازلز كده، اختبارات البازلز. يبقى احنا من حيث الاختبارات النفسية ممكن زي ما قلنا كده بنقسمها اما حسب الحاجة اللي مطلوبة بالاختبار، او طريقة عمل الاختبار، او نوع الاجابة المطلوبة. ده بيدينا الطرق المختلفة اللي احنا بنعمل بها الاختبارات. كل الاختبارات النفسية دي فيها حاجتين اتنين، لازم تكون مقننة، ولها حاجة اسمها معدل الصدق والثبات. الصدق يعني ايه؟ يعني هذا الاختبار يقيس هذه الصفة اللي احنا عايزين نقيسها ولا لا نقيسها. يعني اختبار مفهوم الذات، اختبار القدرة التحصيلية، القدرة في الحساب بالذات، القدرة اللغوية بالذات. الاختبار يكون بيقيس الخاصية دي ويقدر يحددها هي لوحدها، ما بيبينش كذا حاجة. يعني الاختبار محدد علشان يعمل لي، يوجد لي الشيء ده موجود او مش موجود. كل ما تكون الاسئلة او الطريقة اللي مقنن بها الاختبار بتؤدي الى ان هذه الحاجة اللي بنبحث عنها تبقى مؤكدة، يبقى الاختبار ده بيحصل على درجة اعلى من الصدق. ثبات الاختبار معناه ايه؟ معناه ان هذا الشخص لو اجريت عليه الاختبارات 10 مرات يديني نفس التقييم هو هو، واي شخص يمر بنفس الظروف يدي نفس الارقام. يعني الارقام ثابتة طالما ان الحالة ثابتة. بنيجي بعد كده نشوف احنا دلوقتي بنعمل الاختبارات دي ليه. هنشوف الكلام ده في الشريحة اللي جاية. الشريحة اللي جاية بتقول احنا بنقيس، بنعمل الاختبارات النفسية ليه. بنعمل الاختبارات النفسية علشان نقيس قدرات الطفل، نعرف مستوى ذكائه، مستوى تحصيله، قدراته اللغوية، وبنكتشف عن طريقها التأخر اللغوي او وجود مشاكل في التعبير او الفهم. في اختبارات تانية بتجيب لنا الميول والاستعدادات. الولد ده عنده موهبة موسيقية، عنده موهبة في الرسم، عنده موهبة في التأليف، عنده خيال واسع، عنده ميل للابتكار العلمي. في اختبارات بتطلع الكلام ده. في اختبارات تانية للتكيف مع الأسرة والمجتمع. يعني لو الطفل ده في الأسرة عنده مشاكل، في المجتمع عنده مشاكل، فالمجتمع اللي في الأسرة أو المشاكل اللي في الأسرة أو في المجتمع بتعمل ريفليكشن على الطفل، بتعمل انعكاس على الطفل. الطفل ده ممكن يعاني من اضطراب في مفهوم الذات، ده ممكن له اختبار يحدده. ممكن يعاني من اكتئاب، ده الطفل الاختبار ممكن يحدده. ممكن يعاني من قلق شديد، الاختبار ممكن يحدده. الطفل لو عنده مشاكل في المدرسة وفي التعامل مع زمايله في المدرسة، في اختبارات بتحدد العلاقة بينه وبين زمايله، قدرته على التعاون مع الايه، مع الاخرين. دي كده الحاجات اللي احنا بنقول عليها ان هي الاساسيات، اسباب قياس الاختبارات النفسية بنستخدمها علشان نوصل لايه. عندنا حاجة مهمة بقى احنا بنحاول نقيسها دايما، الامهات أولياء الأمور يحبوها، إن هم يعرفوا. الاختبارات النفسية برضو بتبين الأمراض، فاحنا النهاردة هنحاول نركز الأول على الحاجات الحلوة. فالحاجات الحلوة اللي عندنا اللي ممكن نعرفها عن طريق مقاييس النفسية، الذكاء. فإحنا دلوقتي
هنحاول نعرف ما هو تعريف الذكاء زي ما مكتوب في الايه اللوحات اللي هتيجي باذن الله. اول حاجه في سؤال، في استفسار؟ ايوه، عندنا دلوقتي ما هو الذكاء؟ في تعريفات كتيره للذكاء. الذكاء هو القدره على التكيف والتعامل مع الاوضاع المختلفه القديمه والجديده، ما يحصلش اختلاف بين الطفل، ما يحصلش لخبطه عنده في انه بيتعامل مع موقف معين، وبيستخدم المهارات اللي عنده المكتسبه. عندنا تعريف تاني ان الذكاء هو القدره على التعلم والقدره على التكيف والقدره على الموائمه بين المواقف القديمه والجديده. ده تعريف من تعريفات الذكاء. في تعريف كمان بيقول ان الذكاء هو القدره على الوصول الى الهدف باستخدام مهارات التفكير والتعامل مع الافراد والتعامل مع البيئه. الحاجات دي كده كلها تعريفات مختلفه للذكاء. طيب انا عندي ابني دلوقتي، ممكن اعمل له اختبار تحديد درجه الذكاء لسببين، اما ان انا شايف ان هو في عنده نقطه ضعف معينه وعايز اتاكد هي دي فعلا موجوده، يعني هل هو مش مجتهد في دراسته او هو مش بذل المجهود الكافي للتحصيل، ولا هو فعلا في اسباب بتخليه قدراته التحصيليه ضعيفه. في حاجه تانية ان انا ممكن اعمله لمجرد الاطمئنان، المعرفه، يعني مش لازم ابني يكون مريض عشان اعمل له اختبار ذكاء. ايه انواع الاختبارات اللي موجوده عندنا حاليا؟ الاختبارات في انواع كتيره. في اختبار الذكاء المصور، ده اختبار سهل جدا، عباره عن مجموعه صور. مجموعه الصور دي بتتعرض على الطفل وبنطلب منه ان هو يقول ايه اللي في الصوره، ايه احساسه بيها، ايه العلاقه بين الصور المختلفه. ممكن بعض الاختبارات بيرتب الصور، ممكن بعض الاختبارات بيبين التناقض اللي في الصور، الاجزاء الناقصه اللي في الصور. كل اختبار مصمم بطريقه معينه، بس في اختبارات الذكاء المصوره، ودي اختبارات سهله وموجوده واختبارات بسيطه في الوقت وبسيطه في المجهود. في اختبار اصعب من كده شويه اللي هو اختبار بينيه. اختبار بينيه ده من اهم واشهر الاختبارات النفسيه للاطفال، وده متعدد الفوائد. في اختبار ثالث اسمه اختبار وكسلر. هنبتدي نتكلم دلوقتي على اختبار بينيه اللي هو الاختبار الاكثر انتشارا. اختبار بينيه اسسه عالم فرنسي اسمه بينيه في الفتره من 1908، وقعد يطور فيه لغايه 1915. الاختبار بيقيس لنا شويه مجالات. ايه المجالات اللي مقياس بينيه بيفيدنا فيها؟ اول حاجه التحصيل الدراسي. التحصيل الدراسي بالنسبة لنا ان هل الولد بيعرف مبادئ القراءة، مبادئ الحساب بطرق مختلفة، يعني احنا بنقيس له معلومات متدرجة. يعني بينيه ده بيستخدم من سن 4 سنين لغاية سن 18 سنة، وممكن من اقل من 4 سنين كمان، ممكن من 3. الاختبار عبارة عن درجات منفصلة، يعني كل سنة لها المجموعة الأسئلة بتاعتها، ومجموعة الأسئلة كلها بتديني في الآخر الإيه البنود الأساسية اللي احنا مجالات القياس. التحصيل الدراسي القراءة كل واحد حسب سنه، الحساب كل واحد حسب سنه. اختبار بينيه كمان بيدينا الذاكرة. الذاكرة عن طريق في مجموعة أرقام بتتقال له بترتيب معين، هو مطالب بإنه يقول هذه الأرقام. مرة بيقولها بالتسلسل الطبيعي، مرة بيقولها بالعكس. عندنا غير الأرقام عندنا الجمل، الذاكرة يعني ذاكرة الأرقام وذاكرة الكلمات. بياخد مجموعة من الكلمات بترتيب معين ويطالب بإنه يعيد الجمل زي ما اتقالت. الجمل دي محتواها وعدد الكلمات بتاعتها بيختلف من سن عمري إلى سن عمري مختلف، علشان يبقى الاختبار بيبين قدرات هذا السن. في معلومات معرفية، إن أنت بتسأله عن أسماء الأشياء، بيشوف حاجات ويقول دي اسمها إيه. من ضمن الحاجات اللي بيجيبها اختبار بينيه القدرات اللفظية. القدرات اللفظية يعني الطفل يبقى عارف أسامي الحاجات، يعني أنت بتوري له حاجات وهو يبقى عارف أساميها، ونطلب منه مفردات الكلمات دي، ونطلب منه مضادات الكلمات دي. يعني احنا عايزين نعرف الثروة اللغوية بتاعته. هو عارف أسامي الأشياء، عارف معاني تانية لنفس الكلمة،
عارف مضادات لنفس الكلمه، فده بيكشف لنا القدرات اللغويه بتاعت الطفل. طبعا بينيه برضو بيستخدم في حاجه تانية، انه يجيب لنا معلومات عامه، المعلومات العامه اللي عند هذا الطفل هل تتناسب مع سنه ولا لا تتناسب مع سنه. الاسئله الموجوده في المعلومات العامه متدرجه على حسب الاعمار. بعد كده في عندنا حاجات خاصة بقى اللي هي القدرات والمهارات كالرسم والمكعبات. احنا دلوقتي الطفل ده في كل سن لازم يكون عنده مهارات متدرجة. فبنطلب منه لا بعض الرسومات، بنطلب منه رسم بعض الأشكال، تكوين بعض العلاقات بالمكعبات، الحاجات دي مقننة بحيث إن كل سن له الدرجة بتاعته في المقياس. بيعتبر بنيت مقياس ذكاء وفي نفس الوقت أداة تشخيص، لأن تعامل القائم بإجراء الاختبار مع الطفل بيبين له حاجات كتير في سلوك الطفل وبيبين له حاجات كتير في شخصية الطفل، يعني كأنه مقابلة تانية بين الطفل والأخصائي النفسي، سواء كان الأخصائي النفسي الطبيب أو أخصائي نفسي، يعني طبيب نفسي أو أخصائي نفسي، بيكتب تقريره ويبعته للطبيب النفسي بيحطه في الاعتبار بتاعه. الاختبار ده بيدينا حاجتين، حاجة اسمها العمر العقلي وحاجة اسمها العمر الزمني. العمر العقلي اللي هو نتيجة الأسئلة والمجالات اللي تم سؤال الطفل فيها، الطفل ادى إجابات، الإجابات دي متطابقة مع عمر عقلي يساوي كام سنة. ده البراكتيكال العملي اللي احنا عملناه في الاختبار. بنقسمه على العمر الزمني، العمر الزمني اللي هو تاريخ ميلاد الطفل ونحسبه بالشهور، ده بالشهور وده بالشهور، يعني العمر العقلي بالشهور على العمر الزمني بالشهور وبنضرب في 100. لما بنضرب في 100 بيدينا معادله ناتج اسمه الاي كوشنت، اللي هو الناس العامه والمثقفين عارفينه باسم الاي كيو. الاي كيو ده مقسم درجات، في اللي هو المتوسط، الذكي، النابغه، في اللي تحت المتوسط، وفي اللي قابل للتعلم، وفي المتخلف. الدرجات دي كلها موجوده في المقياس، واي حد بيتعمل له الاختبار بياخد التقرير بتاعه، بنعرف نحطه هو مستوى التعليمي الاكاديمي ممكن يكون ازاي، ومستوى الذكاء العام بتاعه ممكن يكون ازاي. عندنا اختبار تاني للذكاء برضو اسمه اختبار ويكسلر. اختبار ويكسلر ده من الاختبارات اللي بتقيس نسبة الذكاء برضو، وده عمله عالم اسمه ديفيد ويكسلر، وفيه ميزة عن بنيه ان هو سريع، يعني الاختبار فقراته محدودة. اول ما بدأ الاختبار كانت 12 فقرة، بعد كده بقى 11، بعد كده بقت في نسخة للأطفال 10 فقرات بس، بنسأل في 10 مجالات، ومن العشر مجالات دي بنطلع منها حاجات تتعلق بالمهارات اللفظية وحاجات تتعلق بالقدرة العملية. بيدينا فكرة عن الأرقام، ويدينا فكرة عن إعادة الأرقام والفهم العام والمعلومات العامة، وبيدينا بالنسبة لترتيب الصور وتكميل الصور، وفي مكعبات وفي مفردات. فبالنسبة لاختبار ويكسلر يتميز بأن هو قليل لأن المجالات بتاعته محدودة، وممكن يتعمل لعدد كبير في وقت واحد. احنا طبعا اختبار بنيه اول ما اكتشف كان اكتشف بتكليف من وزارة التربية والتعليم، كلفت بنيه ان هو عايزين نشوف الطلبة مين الاكثر ذكاء وقدرة على التعلم في المستقبل، ومين اللي احنا ممكن نحوله للتعليم اللي اقل احتياجا الى القدرات العقلية. اختبار ويكسلر اول ما اتعمل كان اتعمل على المجندين، وبعدين عشان يصنفوهم برضو، وبعدين بعد كده اتعمل منه نسخ معدلة للأطفال اللي هي موجودة لغاية النهاردة وبنستخدمها، واحنا الحمد لله عندنا نسخة معربة برضو، بنيه عندنا منه نسخة معربة، والاتنين شارك في ترجمتهم وإعدادهم باللغة العربية في مصر الدكتور لويس مليكا، وده من أفضل الأعمال اللي ممكن أفادت طب نفس الأطفال وأثرت في التشخيص والعلاج بطريقة واضحة جدا. عندنا بعد اختبارات الذكاء عندنا اختبارات بقى في مجالات تانية. اختبارات زي ايه؟ زي اختبار الشخصية للأطفال. اختبار الشخصية للأطفال ده بنستخدمه
اللي عمله عالم اسمه روجرز بيقدر التكييف الاجتماعي للطفل والتكييف الاجتماعي لتعاملاته داخل الأسرة وإحساس الطفل بشخصيته. نلتقي بعد الفاصل إن شاء الله عشان في بقية مشاكل التي يمكن التعامل معها بالمقاييس النفسية. بتحلم كتير، أحلامك بتشغلك ومش لاقي حد يفسرها لك على طول، ولو لقيته مش كل يوم هتعرف توصل له. دلوقتي حلمك على موبايلك، ابعت حلمك في رسالة على 94-172 هيفسر لك أحلامك مجموعة من المتخصصين في التفسير، وبعد لحظات هتلاقي التفسير على موبايلك. احلم براحتك وما تشيلش هم. كنا بنتكلم عن المقاييس النفسية واستخداماتها في الأطفال. علم المقاييس النفسية على فكرة اسمه السايكومتري، والسايكومتري ده من الحاجات المهمة جدا جدا في تشخيص الأمراض النفسية وعلاج الأمراض النفسية ومتابعتها. يعني احنا دلوقتي لما بنعمل تقييم للطفل وبنعرف قدراته العقلية، فقدراته العقلية دي بتبين لنا هو حاليا أين هو، ولو عنده حاجة مرضية ازاي نعالجها، وهل الحالة المرضية دي أساسية ولا تابعة. يعني واحد عملنا له اختبار ذكاء وطلع الاي كيو بتاعه قليل، يعني عنده نسبة من الضعف العقلي. هل هو أساسا ده عيب في التكوين العقلي بتاعه؟ هل ده نتيجة تأثرات حصلت له في الحمل، حصلت له في حياته الأولى، أدت إلى درجة معينة من درجات التخلف العقلي؟ طبعا احنا قلنا لما بنعمل له اختبار ذكاء بيدينا درجات مختلفة من اول العبقري لغاية الغبي اللي هو المنتال ريتارديشن، التخلف العقلي. لما بنعمل له التقسيم والتصنيف ونحطه في المكان بتاعه، بنقدر نوجهه بعد كده التوجيه الصح، وبنقدر نعرف هو المنتال ريتارديشن اللي موجود ده اساسا ده سبب اساسي، مرض اساسي، ولا ده مصاحب لحاجات تانية. يعني ممكن يكون مصاحب للتوحد، مصاحب لأمراض أخرى، فإحنا ده بيبقى مفيد في التشخيص والمتابعة والعلاج. بعيدا عن اختبارات الذكاء، قلنا في المقاييس النفسية بتفيدنا في حاجات تانية. بتفيدنا مثلا إيه؟ في عندنا اختبار الشخصية للأطفال. الاختبار ده بيقيس لنا أحاسيس الطفل، مشاعر الطفل، احساس الطفل بشخصيته هو، وبيبين لنا ان ازاي هو متعاون مع متكيف مع نفسه، متعاون مع اسرته، متعاون مع احساسه بالبيئة اللي حواليه. ده بيبين لنا درجة من درجات التكيف الاجتماعي، وقلنا ان ده عمله عامل اسمه روجرز، وهو مهم جدا
في ايجاد درجة التكيف الاجتماعي للطفل بين افراد اسرته ودرجة التكيف للطفل في المدرسة. وطبعا يعني لو هو متكيف في الاسرة يبقى الاسرة كويسة وما عندهاش مشاكل، لو في مشاكل في الاسرة يبقى لازم عشان نحسن نفسية الطفل لازم نحسن نفسية الاسرة. لو هو عنده مشاكل مع اصحابه في المدرسة في دايرة الدراسة يبقى هو عمره ما هيكون سعيد في المدرسة وعمره ما هيحصل كويس، مش لان هو قدراته العقلية ضعيفة وانما لان هو البيئه بتاعه المدرسه هو مش حاببها، هو رافض المدرسه، سواء كان حد من زمايله مضايقه، المدرسه عامله له مشاكل، جو المدرسه فيه نوع من انواع المحبطات بالنسبه له. فلما بنعمل اختبار الشخصيه للاطفال وبينت لنا حاجه زي كده ممكن نلحقها في الوقت المناسب. عندنا اختبار المخاوف، ده بيتعمل للاطفال من سن 9 سنين لسن 12 سنه. لو الطفل عنده اي نوع من انواع الفوبياز، الأسئلة موجودة طبيعية ومباشرة ومتدرجة ومتناسبة مع السن ده، بنكتشف إذا كان الطفل ده عنده مخاوف مرضية بنقدر نتدخل بالطرق الطبية النفسية اللي هي عن طريق جلسات تعديل السلوك والتعرض المتدرج للمؤثر اللي بيعمل له المخاوف دي علشان الطفل يتخلص من المخاوف ويعيش حياة طبيعية. عندنا اختبار اسمه اختبار مفهوم الذات. اختبار مفهوم الذات ده بيتعمل للأطفال برضو، عبارة عن أسئلة والإجابات عليها مباشرة نعم أو لا حتى تتناسب مع السن ده. ومفهوم الذات بيبين لنا الطفل عنده ثقة في نفسه ولا لأ، عنده ثقة في الأسرة بتاعته ولا لأ، في أي نوع من أنواع المشاكل هو حاسس بيها، هل هو عنده إحساس بالدونية، هل هو فقد الثقة في نفسه، فقد الثقة في اللي حواليه. عندنا مقاييس المواهب بقى، مقاييس المواهب دي في اختبارات بتديني تبين القدرات الموسيقية عند الطفل من سن صغيرة، دي معمولة ومقننة بحيث انها لما تتعمل على مجموعة من الاطفال نقدر نحدد ان الطفل ده عنده موهبة موسيقية. لو استثمرنا هذه الموهبة في سن مبكرة هنلاقي ان الطفل ده يبقى نابغ في مجال الموسيقى. عندنا المواهب الفنية اللي هي القدرة على استخدام الالوان والابداع الفني، الرسم برضه في اختبارات بتبين درجة الميل الفني للطفل في السن ده. اختبارات القدرات اللفظية اللي هي والخيال، ان هل الولد ده عنده موهبة فطرية في انتقاء الكلمات، في التوازن الموسيقي للكلمة، في الحكي، في تكوين الصورة، في الابداع الخيالي الفني. في عندنا بقى الحاجات دي القدرات العملية، يعني ولد عنده قدرة على الابتكار، عنده قدرة على تصميم الأشياء، الطفل اللي هو بيفك الحاجات ويكونها، الطفل الباحث عن المعرفة. لو اكتشفنا ده في سن مبكرة ممكن نعمل أجيال من العلماء. في عندنا اختبارات المرضية بقى، زي ما قلنا اختبار يبحث عن وجود القلق ودرجته، ده مش بنعمله لكل الناس، بنعمله للحالة اللي نشك إن عندها قلق زايد. احنا قلنا إن في قلق مقبول وفي قلق زايد. القلق المقبول بيعمل حافز، يعني الطفل اللي عنده امتحانات لما يكون قلقان بيركز اكتر وبيذاكر اكتر، بس ما يكونش القلق يوصل لدرجه ان هو يخليه متخوف من الامتحان ومرعوب ومش قادر انه يقعد يذاكر ويضيع نص المعلومات اللي في دماغه من الخوف في الامتحان. فاحنا اذا لقينا ان الطفل عنده درجه عاليه او درجه مشكوك فيها من القلق بيتعمل له مقياس نفسي للقلق. لو الطفل مر بمشكلة أو لاحظنا إن الطفل عنده درجة من درجات الحزن الزايد، إحنا قلنا في حزن وفي اكتئاب. لو الطفل متفاعل مع مشكلة اجتماعية في مجال البيت في مجال المجتمع وحزين، الحزن نتيجة مؤثر موجود هنقبله لفترة ما. لكن لو الحزن ده زاد عن حده بحيث إن هو أثر على سلوكيات الطفل وتحول من حزن طبيعي الى اشتباه في الاكتئاب فبنعمل له مقياس الاكتئاب. مقياس الاكتئاب ده برضو اساسا هو للكبار ومعدل معمول منه نسخه للاطفال، النسخه الاطفال دي بيعملها المختص بيديني درجه الاكتئاب، هل الموجود ده اكتئاب مرضي. لو اكتئاب مرضي بنتعامل معاه ازاي؟ ان احنا بنبتدي نعمل له برضو تعديل سلوك وعلاج معرفي، ده بيقوم بيه اما الطبيب النفسي المختص او الاخصائي النفسي، وده عن طريق جلسات.
إذا الأمور استجابت والأمور كانت كويسة فالحمد لله كده بها ونعمة زي ما بيقولوا. إذا كان محتاج لبعض الأدوية أحيانا فزي ما قلنا الحاجات اللي بتحتاج لأدوية في الطب النفسي أولياء الأمور ما يخافوش من الدواء، لأن الدواء ده طبي، يعني حاجة معمول لها تجارب ومعمول لها أبحاث وثابت أمانها وأنها تفيد ولا تضر. وفي حاجات معروفة يعني حتى وسائل غذائية، برامج غذائية بتأثر على الحالة المزاجية، وبرامج غذائية بتقلل القلق، برامج غذائية بتزود الذكاء. فاحنا الأول الطبيب النفسي بعد ما بيشخص بيشوف الأسلوب الأمثل للعلاج. لو كنا هنعالج بالعلاج المعرفي السلوكي يبقى ده كويس جدا، جلسات فيها، بعد كده في العلاج عن طريق الرسم، في العلاج عن طريق الفن، العلاج عن طريق اللعب، العلاج عن طريق الموسيقى، كل دي وسائل علاجية ممنهجة. يعني الدكتور لما بيوصف برنامج علاجي ده مبني على أسس علمية ممنهجة، مش موسيقى والسلام أو لعب والسلام، فده لها بروجرامز محددة. لو شايف إن هو محتاج يستخدم أدوية فالأدوية دي ممنهجة برضو مقننة، لها الجرعات الطبية، لها البروجرام العلمي، لها الخط الأول، الخط الثاني، الخط الثالث. فأولياء الأمور لو سمعوا إن الطفل ده محتاج بعد القياسات النفسية لتدخل دوائي ما نخافش، لأن ده تدخل دوائي محسوب. عندنا مرض منتشر أو صورة موجودة في المجتمع كتير اسمها نقص الانتباه وفرط الحركة، اللي هو الـ ADHD Attention Deficit وهايبر أكتيفيتي. ده من الحاجات اللي بنشوفها كتير في البيوت اليومين دول، ولها أسباب مختلفة كتيرة جدا، من ضمنها التعرض للإشاعات بتاعت التلفزيون والأجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشنز والحاجات دي. الأطفال اليومين دول بتحس إن هما ما بيقعدوش على حيلهم، الطفل مش ثابت في مكانه، الطفل غاوي إنه يتنطط، غاوي إن هو يطلع فوق الحاجة، يطلع فوق الدولاب، يطلع يستخبى تحت السرير. الطفل اللي لما بيبدأ عمل ما يقدرش إن هو يتمه، مش حابب إن هو يتمه، منشغل بخمس ست حاجات في نفس الوقت، يعني لما يمسك لعبة يسيبها يخش على التانية يخش على التالتة. الطفل اللي عنده الهايبر اكتيفيتي ده بيبقى عنده احيانا نقص انتباه واحيانا ما عندوش نقص انتباه، يعني المرض ده متكون من ثلاث اجزاء. الجزء الاول اللي هو الهايبر اكتيفيتي اللي هو النشاط الزايد والاندفاعيه، الجزء الثاني اللي هو او النوع الثاني اللي هو نقص الانتباه، ان هو لما بيبتدي في اي عمل ما بيقدرش يخلصه لغايه الاخر، ما بيحبش التركيز، تركيزه قليل، بينسى الحاجات، الحاجات بتضيع منه بسهوله. في النوع المختلط ان يبقى عنده نقص الانتباه وفرط الحركه والاندفاعيه في نفس الوقت. برضو المرض ده له مقياس، والمقياس بتاعه مقياس سهل جدا. قلنا في المقاييس النفسيه، يعني برضو من ضمن الحاجات اللي احنا لازم نبقى عارفينها ان المقاييس النفسيه دي ممكن تتعمل على الطفل او تتعمل، يعني تتعمل مع الطفل، يعني بنجيب الطفل ونساله زي مقياس بيني كده، الطفل بيكون هو الايه العنصر الاساسي في المقياس، او ممكن يتعمل مع ولي الامر، او ممكن يتعمل مع المدرسه زي الاختبارات اللي احنا بنقول عليها دي اللي هي اختبارات الاي دي اتش دي. ولي الامر ممكن يكون مساعد في هذا الاختبار، يعني في صوره بعض صور الاختبارات بنديها لولي الامر، الاسئله دي بيجاوب عليها بيحصل ولا ما بيحصلش، بنجمع الدرجات، بنقول الطفل ده عنده اندفاعيه، عنده فرط حركه، عنده نقص انتباه، ولا عنده النوع المختلط اللي بيشمل ده وبيشمل ده. طبعا نقص الانتباه وفرط الحركه من الحاجات اللي بتظهر في سن مبكره، بتظهر في سن ابتداء من 36 شهر، يعني 3 سنين. الام اذا لاحظت ما تقولش لا ده ابني مش ما عندوش حاجه وابني كويس، لان لو اتعالج بدري بيخف بدري ويخش المدرسه ينتظم في الدراسه يبقى زيه زي بقيه الناس وممكن يبقى عبقري. لو ما اتعالجش الطفل هيروح المدرسه مش هيقدر يقعد على مكانه في المدرسه، هيتنطط، هيتشقى، هيتخانق مع زمايله، مش هيركز مع المدرسه، المدرسه هتبتدي توجه له عقاب او تشخط فيه، الولد مش هيحب المدرسه، لما ما يحبش المدرسه هيتأخر.
المدرسة ممكن تشتكي ان هو اللي عنده فرط الحركة، تبقى الام ما اكتشفتهاش او الام اكتشفتها وما واجهتهاش، رحنا المدرسة، المدرسة هي اللي ابتدت تشتكي منه. لما نبدأ العلاج في السن المبكر احسن من لما نبدأ العلاج، كل ما نبدأ بدري كل ما يكون احسن. والعلاجات بتاعته برضو نفس النظام، في علاجات نفسية وسلوكية، وفي علاجات جلسات علاج جماعي، وفي علاج بالأدوية، والأدوية بتاعته موجودة ومتوفرة وآمنة ومفيش فيها مشاكل خالص. بعض الأمراض لها اختبارات نفسية محددة، زي مرض التوحد كده له اختبار معروف اللي هو اختبار الكار، وسمات التوحد برضو بتاخد بتكتشف برضو عن طريق الكار. طبعا مرض التوحد بيبقى واضح، واحنا مش عايزين النهارده نخش في الحاجات اللي تزعل الامهات، احنا النهارده شغالين في القياسات النفسيه للحاجات اللي هي يعني يسهل علاجها. الامراض الثانيه اللي لها قياسات نفسيه برضو لما بتكتشف بتمشي في سكه العلاج بتاعها. القياسات النفسيه زي ما بنتكلم كده دي حاجه مهمه جدا، ده علم ربنا اداهولنا عشان نستفيد بيه. بنكتشف المشكلة قبل ما تحصل، أو نكتشف المشكلة وهي في أولها، بنكتشف درجة المشكلة كام. ولما ندي علاجات وتدخلات طبية بالطرق المختلفة بنشوف النتيجة بتاعتنا وصلت لكام. إذن القياسات النفسية والتعاون بين الأم والمدرسة والأخصائي النفسي والطبيب النفسي بيخلق لنا طفل سوي. الطفل السوي ده هو اللي احنا عايزينه عشان يعيش أحلى طفولة. إزاي الطفل هيعيش أحلى طفولة؟ إلا إذا كان من جوه شخصيته حلوة، متفاعل مع المجتمع، حابب حياته، حابب أسرته. مطلوب مننا كلنا كآباء وأمهات إن احنا نبص لأولادنا نظرة شاملة، وإذا لقينا أي حاجة احنا مش مرتاحين لها قوي او مش شايفين انها الصوره المتكرره اللي موجوده عند كل الناس، مفيش اي مشكله ان احنا نتجه الى الطبيب المختص. ودلوقتي الحمد لله الدنيا بقت يعني اكثر تطورا بكتير، التخصص بقى مطلوب جدا، بقى عندنا تخصصات دقيقه في كل حاجه، بقى عندنا الاجهزه المعاونه فاهمه جدا. يعني الحمد لله في المدرسه المدرسه بقى عندها قدر من الذكاء والقدرة على انها تلقط الحالات، المدرسة النابهة بتحولها للأخصائي النفسي في المدرسة، الأخصائي النفسي بقى دلوقتي في أغلب المدارس أخصائيين نفسيين على مستوى عالي من الكفاءة. لو المدرسات حولوا لهم الحالات أو لو هم لاحظوا هذه الحالات في الحوش في المدرسة، في العلاقات بين الطالب وزمايله، يعني لقوا إن طالب عنده فرط حركة، فرط الحركة ده بتخليه هو يتعور، فهو يعني مشكلة ان هو بينجرح كتير او بيتعور كتير لان عنده فرط حركة، فرط الحركة ممكن يكون مصحوب بعدوانية. فلو الاخصائية الاجتماعية بتلاحظ كده فبتحوله على طول لولي الامر، ولي الامر لازم يتجه بيه بسرعة للطبيب، عشان احنا قلنا دلوقتي طالما في مقاييس نفسية مقننة، المقاييس النفسية دي هتثبت لنا في حالة مرضية ولا ما فيش حالة مرضية نعالجها في اولها. من غير حالة نفسية خالص، المقاييس النفسية ممكن تكتشف لنا المواهب والميول هنقدر ننميها. سعدنا بلقائكم، وإن شاء الله لنا تكملة في القياسات النفسية في بعض الحالات المرضية لا قدر الله. وأي سؤال احنا في انتظاركم دايما على الإيميل. حفظ الله. قناة الصحة والجمال.